السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج بين الناس. بين الناس صوت المواطن العراقي. المكان اللي احنا متواجدين به ألا وهو مكان المعروف بالنهضة وقراج النهضة. بعض القطاعات الموجودة ألا وهي قطاع المدني اللي يشتغل سيارات غيرها من القطاعات، حابين نوصل صوتهم من خلال برنامجنا. خليكم نعم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامج بين الناس، بعدنا متواصلين في تقاطع النهضة وينضم لنا أحد المواطنين. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ، شلونك؟ الله يخليك، شلون صحتك؟ وين رايح وين جاي؟ والله احنا من أهل الناصرية. من الناصرية ونشتغل سواق عد العالم والله وكذا. زين، المرور قص لنا 100، السيطرة ذيك الثانية تقص لنا 100. زين احنا في ظل وجود الحظر يعني يعني الخلية وضعت بعض الشروط من ضمنها انه منع تجوال، انتم بهيك حاله شلون؟ منتهين، حجي منتهين، يعني هذا السائق اللي يشتغل على باب الله لا له راتب مثلا يحسبون له، لا له فتشي، احنا سواق قد العالم، عندنا عوائد. يعني انت مو سيارتك؟ لا سائق قد العالم انا، منين السياره؟ لو عندي سياره ما اطلع، بس انا سائق قد العالم، يعني شلون؟ عندي 11 نفر. مسكنه الناصريه؟ مسكنه الناصريه من رفاق. شلون وضعكم بالناصريه؟ والله تعبانه حجي. تعبانه؟ مرور وتعبانه وحظر تجوال، ناس يعني منتهيه من الجوع. من الاخير رسالتك شنو حاب توصل؟ يعني احنا نناشد الحكومه، نناشد المسؤولين، نناشد الجهات العليا، يعني تنتظر لهاي تنتظر لهاي السواق لهاي الناس اللي ما عندها، يعني وين نروح؟ اصحاب القوت اليومي. يعني احنا اصحاب قوت يومي. والله يا ابن عمي اكثر شيء تاذى هو السائق. يعني انا عندي 11 نفر، الله وكيله. عندك 11 نفر؟ عندي 11 نفر والقران، يعني وين عايش؟ مرض روحك ب 11 نفر لي. اي يعني شو اسوي؟ بطل. الله يحفظك يا ربي، ان شاء الله احنا عندنا شهداء ونتحمل نتحمل هاي الازمه. يعني تعبانين حيل حيل مو هيك. حيل تعبانين، بس شو نسوي؟ نقول حسب الله ونعم الوكيل. الله يحفظك، يوصل صوتك. الله يرحمك. السلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله حبيب الله. شلون الاوضاع؟ الله يسلمك، الله يحفظك. متنقل سياره عندك؟ لا سياره عندي. امس حيط؟ ايه. اليوم الحلقه بالعاده السواق. ايه. شلون الاوضاع من يا محافظه؟ من الناصريه. من الناصريه؟ اهلا وسهلا بيك. وسهلا بيك، الله يسلمك. على راسنا. شلون اوضاعكم؟ والله وضعنا تعبانه. صار لك كم يوم ببغداد؟ والله اليوم اجيت انا، بس صار لي شهرين تقريبا ما طالع. شلون قاعد يصير حركه التنقل؟ والله حركه التنقل تعبانه، وهل تشوف المرور هاي فوق هذا كله ويقصنا 100,000 الا احنا ما نريد نعقب على موضوع المرور. شويه السيطرات مش سهله ويانا تعبرنا. الرجال المرور اللي واقف مثلا بقطع الوصولات وغيره هو عبد المامور. نفس الوقت احنا صحيح. اي عمي كله 100,000. 100,000 اقل شيء، اقل شيء قصك المرور 100,000. يقول لك المواطن العراقي ما يلتزم الا بالغرامه، انت شو تقول؟ هو ليش يعني ما صار تقريبا ما يقرب 3 اشهر ليش ما التزم المواطن العراقي؟ هي هاي 24 يقصك فوق الجسر بدايه الجسر وبعدين هسه منتزل النهضه يقصك 100,000. 200,000 يعني الها حد لو ما الها حد. وانت بيش حاله اذا تنقص وصل 100,000 شو تسوي؟ احنا صاحبين عوائل، احنا صاحبين عوائل، يعني احنا تجي على مود 50,000 يقصك 100,000 هم الله ما يقبل. بس ان من تشتكي وان من تروح وان من تسولف. وصل رسالتك من خلال برنامجنا، ايش حاب توصل؟ ايش حاب تقول؟ نقول نسال الله ورسوله انه يكون يسفع الغم عن الامه البشريه والناس الفقراء. الله يحفظك. ايوه الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شو عاصب؟ والله الحمد لله. ليش عصبي؟ لا مو عصبي، عصبي على الوصولات هاي اللي قاعد يقصونها علينا، يعني نجي احنا من العماره تعبانين وهاي وهي كروتنا يعني 60,000 65، يعني قصتك 100 200، يعني شو ضر واحنا هي على جهاننا يعني المعاناه اللي مثلا احنا ما نقدر نقول انه هو تعرف انت المرور نعم واجبه. نعم واجبه. بس لازم هم يسهل ويا اني او انت نعم. في حال وجودنا بهذا المكان ايضا راح نتعامل مع المواطن نعم لان تعرف فوقه ضابط وفوقه عقيد وفوقه نعم وغيره نعم وغيره نعم من الامور نعم. شلون قاعد يصير تنقلكم نعم من بين المحافظات؟ والله تنقلنا بصعوبه خلي صعوبه، يعني من نجي من هناك يعني زين ونطلع فلوس البنزين يعني 65 يعني وهو يقص لك وصل بالمئة، يعني صعوبه يعني هاي الفتره يعني حيل صعبت علينا بشغله أيام المرض مال الكورونا. ايام الحظر اللي كانت من الساعه 5 عصرا من الساعه 5 فجرا للساعه 5 عصرا ما اثر عليكم؟ كانت والله كانت تتاثر حيل من يا ناحيه من ناحيه الشرطه مثل الحجوزات التقطعات وكل النواحي.
والله وهاي ان شاء الله من يا محافظه نيسان احنا طيبين بالعماره شلون الاوضاع؟ الاوضاع يعني طبيعيه هاي بس زينه يعني مو محافظه زينه 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 كوادر طبيه صحيه لا زينه 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 اشكرك اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام الله يسلمك بعد قلبك شلونك شلون حسين والله الحمد لله زين وين هاي محافظه نيسان والنعم ان العماره طيبين الله يديك الله يسلمك شنو الاوضاع والله الاوضاع حتى تشوف احنا نعاني بس من المرور احنا سواق يعني احنا نطلع الساعه بالأربعة وبالأربعة ونص الصبح نجي 400 كيلو وطسات وتعبانين ومننا قطوعات يعني هو يقصك بالكوت ويقصك بالنعماني وتجي منها ما يقصك يعني كلها قطوعات انت كروتك ايش قد؟ انا كروتي 60,000 الله شاهدي 60 70 يعني هاي شغل 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 بالعماره ماكو؟ ماكو يعني العماره القدوته هسه حتى لو تكاتك نقول هم تكاتك بالعماره ما عاد نقله والنسبه للتاكسيات 2000 دينار وين ما تفتر هي 2000 دينار زين احنا هاي الفتره كلها عانينا بها يعني احنا عندنا عوائل هسه انا عدت لجار يعني انا من اقعد يعني يطير انتم ايام قبل ايام قبل ايام من الستة كانت ايام قبل العيد ما طلعتوا مو ايام قبل العيد كلها ما طالعين كل احنا ما طالعين لان ندري بالاوضاع بس مرهمين يعني قبل العيد خذينا مصرف احنا وعزلنا العوالنا ومصرف بس هاي الفتره يعني هذيك الفتره من الستة للستة شوي احسن يعني نقدر نطلع من غبشه نجي هنا نطب بالستة بالسبعة نقدر نرجع لهنا ب 12 بالوحدة بس هسه انت مرة مرتين المرور حول لنا ياهن بس مو كله قصقص يعني هن 400 كيلو جاي نقول لك وطسات ومسؤولية وانت شايل لك أربعة شاير وياك فنقول لهم بس سهلوا يعني بس كل شيء ما نريد منها البرنامج والعراقية الله يسلمك ويوصلك بعد قلب نعم أعزائي المشاهدين مطالبات أكثر المواطنين ألا وهم السواق الموجودين اللي معروف عنهم اصحاب السيارات الاجره وتنقلهم بين المحافظات يقول انه انا يعني ملتزم بمحافظتي الى متى؟ يقول انا همين ارد اعيش اكثر المواطنين اللي شفناهم حاليا يعني يقول هي مو سيارتي انا اشتغل بها سايق ودائما ما سايق واكثر الناس اللي عانت بموضوع السايق انه يفكر بالبدايه لابو سياره يطلع فلوس ابو سياره زين هو حاليا 65 يوصل للمحافظه يطلع من المحافظه ينقص له وصل ب 100,000 يرجع لبغداد ينقص له وصل ب 100,000 فنقول لهم لاصحاب الشين انه هلت الهله باصحاب الاجره هم اصحاب قوت يومي صح احنا لازم نلتزم ونخلص نخلص من موضوع تفشي فيروس كورونا لازم بنفس الوقت المروه هلت الهله بيهم بعدنا متواصلين وياكم وبرنامج بين الناس خليكم بالبيت فاصل وراجعيكم نعم اعزائي المشاهدين بعدنا متواصلين وياكم وبرنامج بين الناس احنا اليوم متواصلين بتقاطع النهضه حابين نشوف المواطنين وغيرها من الامور هناك فئه مهمه الا وهي فئه العسكريين نريد نشوف شلون تنقلهم ينضم على الان احد المواطنين السلام عليكم ورحمه الله يساعدك ويساعدك شلون الصحه؟ والله شكرا لالتزامك الله يعطيك شلون اوضاعكم في ظل التنقل؟ والله تعبان من السبع عليه هسه واقف سيارات ماكو لموهم الطوارئ طوارئ بغداد طيب. ومن السبع عليه هسه متاني على السياره وانا طريقي الكلر فوق من جلوله يعني اربع ساعات زين صح هسه انت حكيت قلت موضوع انه ابتعادك القطاعات العسكريه الموجوده ليش ما موفره سيارات لكم؟ مو موفره سيارات يقول لك هاي سيارات مدنيه بالنهضه ومسموح للعسكري طيب. من هناك تجيك توجيه هالشكل ومن هنا عندهم قوانين الشكل يعني هسه بس الشرطه المصعبه الامور احنا ما عندنا انا ابو سيطره دا حاجك يعني يجيني العسكري بسياره اسهل امره لان لو رايح للبيت لان ما ملتحق اكو غير هالعسكري بعد اشوف الوضعيه بعينك حابب توصل رساله خاصه الى وزاره الدفاع وموضوع النقل والله وزاره الدفاع ما عندهم اي رساله الناس متعاونين ويانا والحمد لله ورجعونا نظام البديل بس نوجه رساله لعثمان الغانم وزير الداخليه انه يتعاون ويا منتسبين الدفاع ولحد الان يحبونه شويه خي يسهل امورنا لان الداخليه فد مره مصعبين كل الامور يعني معاناه قويه بموضوع كل الامور كل المداخل والسيطرات وهاي ونوع يعني حتى من الحزازيه للمنتسب للجيش العراقي اكو حتى نوع من الحزازيه تقول له نازل يقول لك انا شعله نازل ينزل بسياره عسكريه يابا موفرين لنا سيارات مدنيه شنو ينزلني بسياره عسكريه للبيت الله يحفظكم رساله هم ممنونين شكرا جزيلا السلام عليكم سلام ميتك شلون الصحه؟ شلونك انت؟ هذا علينا والله ليش؟ يابا جاي نجيب منتسبين وجاي يقصون المرور 100,000 يعني شلون رايح الناصري ايش عندك؟ مو اجي منتسبين حضرة جواز حضرة جواز شلون بمن يجي منتسب؟ أي. يجي خلينا يوفروا له سياره يعني انت قاعد تجي لبغداد يعني على مود منتسبين منتسبين وعلى مود عيشتي يعني شلون؟ اي يعني احنا كل 10 ايام نطلع لنا درب ونجيب منتسبين يعني قصه وصل المرور
كذا هذا الوصول؟ يعني 100,000، يعني خلال 72 ساعة شديدة 50,000. يعني يا الدولة ناقصون، كلهم منتسبين، جاي نجيب منتسبين وجاي يقصون. يعني بتنقلكم فقط بس منتسبين معروفين من يوم حافظ ناصري. الناصري اهلا وسهلا بك، الله يكون بعونكم. سلام عليكم. عليكم السلام حبيبي على القلب. الله يحفظك. الله يخليك. شلون اوضاعك؟ والله على الله الحمد لله. عصبي؟ عصبي والله، تعبانين من المرور، نعاني. زين احنا ننقل منتسبين محافظات، احنا متفقين. اي حاليا متفقين انا اكل ولدي، يمكن كلهم على نفس الراي انه موضوع التنقل بين المحافظات حاليا اكو حضرة جوال رغم العيشه تريد تطلع، انت قاعد تنقل منتسبين بس منتسب فقط. السياره اللي السياره زين هسه الولد قاطع له يعني وصل 100,000. نعم صحيح، هسه هو قاطع له وصل 100,000 ابو المرور. اكو احد بالسياره كان مخالف على مود قطع له، شنو الاجراء اللي اتخذه؟ شلون طالع هو مدني وطالع ويا منتسبين؟ يقول المنتسب انا مشكلته مالي شغل بي، هو سايق مدني. المحاسبه تصير على السايق؟ على السايق فقط، ماله شغل منتسب. المنتسب يقول له شلون اوصل المنتسب؟ قل له مشكلتك سايق مدني، شلون طالع اقصك. زين المنتسبين كذا على سيارات تنقل محافظات غير انت المدني تنقله؟ يقول لك انت سائق مدني قصك، مو مشكلتك هاي، شو اسوي لك انا؟ لا تطلع حضر. سالتك ايش حاب توصل؟ والله شو اوصل؟ احنا سيارات جماعه الخاطئ ننقل منتسبين، سياره ويا منتسب يعني يعفي عنه، يسهل لنا امر. يعني انت تريد توصل رساله تقول اذا انه احد اذا وياي احد مدني حاسبني، حاسبني اذا كلهم منتسبين؟ كله منتسب، احنا بالقرات هسه ما صعد مدني، ما صعد فقط منتسب، بس هسه باو هذا كله منتسب، ماكو مدني، ماكو مدني. الله يحفظك. بعد كون جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. الله شلون الاوضاع؟ والله الحمد لله ماشي. الله يحفظك. الله يسلمك. وين دوامك؟ من هذا داوم برا مادي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يحفظك. بغداد؟ بيتنا بالكوت. رمادي بغداد كوت. اراد لك طياره. صار لي ساعتين هنا بالجراج ما محصل سياره. ليش؟ ماكو سيارات، واكو سيارات بس عبريه ماكو. خلي شويه زين، هذا موضوع يعني مهم. قبل قليل احد المنتسبين ايضا قال زين في حاله انه تاخرت على دوامك شلون؟ والله بعد احنا بالدوام ذاك اليوم زين اكو حصلنا سيارات. أي. بس هسه صار لي لا مو قصد انه السياره مو سياره، انت متوصل وانا انا كامر لواء او امر فوج او امر الفرقه من ارجع عليك ولقاك متاخر، شنو الاجراء؟ لا طبعا اذا تتاخر تتغير غياب. طريق ماكو؟ ما يعرف، يقول لك انا اجازتك هذه اذا ما جيت بيوم الاجازه انت تتغير. لازم بيك على العسكري اذا ينزل البيت 10 ايام لازم يوم التاسع يطلع. نطالب يعني من الجهات المختصه شويه تسهيل الامور يعني بالنسبه لسائق التاكسي، سائق يعني خاصه الطرق الخارجيه مثلا اصحاب الاجر اليومي. اها بالضبط، شويه يسهلون امورهم حتى. أي. شنو هسه احنا التاكسي اجرنا من شو اسمه من العلاوي اللي جاي، ما خلوه وصلنا ذبان بالوثبه وجيت مشي من الوثبه واللي جاي ما يقدر لانه على قلت لهم يابا انا منتسب وجاي من الرمادي تعبان. أي. بالثنتين البارحه بالليل لا انا طالع وطريق وتعبان، وقلت لهم ما اقدر اريد يوصلني. الله يكون بعونك. قالوا ما نقدر نوصلك لان وجيت من الوثبه واللي جاي مشي. الله يكون بعونك، انت بطل واحنا نشكر جهودكم انتم ابطال. تحياتنا لكم. يعني خاصه بالمحافظات وغيرها من الامور. الله يحفظك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك زين؟ الله يعزك. الله يستر عليك. تعبان. شو اسوي هو بعد هالوقت تعب؟ والله الناصري. من وين؟ انا من الناصريه. الله يحفظكم يا رب. سلام لهنا حبيبي بالناصريه وبالشفاء العاجل لجميع العراقيين. شلون اوضاعكم؟ انا بين السيطرات. والله الحمد لله الوضع شوي زين وامان. ايه؟ وماكو شيء، ماكو كل شيء زين. قبل قليل احد المواطنين قال انه احنا مصعدين بالسياره بس منتسبين وقاعد نتحاسب. لا المنتسب يطلعونه. ايه؟ بس المدني ما يطلعونه. زين يعني بيج حاله يعني اصحاب اللي قصوا لهم وصولات اكيد مصعد لمدني. رحم الله والديك يعني صحيح صحيح. ايه؟ بس ببغداد. بس ببغداد وصل. بس ببغداد. بس ببغداد وصل. تنزل هنا بالنهضه. ايه تنزل بالنهضه. انا تعاون بغير مكان؟ لا الحمد لله وشكرا. نرجع لموضوع المرور ونرجع مره ثانيه ونقول هم الله يكون بعونهم. رحم هم همين عبد المامور. رحم الله والديك صحيح. فموضوع الوصل هو حسب التوجيهات اللي يتوجه. اي صحيح صحيح. احنا بنفس الوقت هم لازم نتعاون. صحيح. بس بنفس الوقت احنا انتم اصحاب القوت اليومي. اي صحيح. يعني هذا القاعد هو رجال لا عائله وتدري بالايجار
وتدري ناس ما عتها ما متمكنه، يعني شو تسوي؟ يطلع على باب الله، ما يظل محصور. الله يحفظك. رحم الله والديك. الله يسعدك. انت من بغداد؟ لا من الناصرية. الله يحفظك. الله يشكرك. اليوم الجراج بس الناصرية، الناصرية فارغة. شو يسوي؟ مو التحاق جيش يعني. الله يحفظك. التحاق ونزول. ويصير يعني زيادة عددكم هنا على هو بس منتسبين. على الاقبال مال العسكريين؟ بس على العسكريين. والله. يعني احنا نجيب العسكريين السيطرات كلها تساعد ويانك بس منتسب. بس منتج ناقصك 100,000. بس تنزل بس بتوصل هنا يعني يوصل. زين شنو الفرق بين المحافظات من تعبر انت منتسبين ليش هنا ناقص لك منتسب هو يدي التحق الناس تساهل وياك منتسب رايح رجال يعني رايح بالسيطره يعني رايح للسيطره يعني انت تشتغل ب 65 وقصك 100 يعني تطلع خساره وثلاث اشهر غذائيه ماكو ما اعطيك لا طحين ولا ترجع لي موضوع وخليك بالبيت ترجع لي موضوع الغذائيه نتامل خير ان شاء الله يتم التصويت ويقول لك خليك بالبيت يعني انت اربع اشهر يعني خليك بالبيت شو تسوي؟ اذا ما عندك تشتاكي شو تسوي؟ كل احنا السواق مو ملاك انا جيت من اليماني الله يساعدك ممنون الله يساعدك عيني شلون؟ منين جيت؟ من اليماني ما حد ما قال لي طبيت ببغداد قصدي وصل بالبوابه يعني قصدك وصل بالبوابه؟ أي. شنو المخالفه؟ قال لك مو وياي موظفات قال لي ما تعبر قبل قال اخذ الرقم موظفات تابعين لي يا شباب المن شو اسمه الطب يعني دكاتره؟ اي دكاتره وشوفون الباج زين حالهم حال العسكري هم شوفون الباج وقال قبل قال لي كلهم نفس الباجات بيناتنا كلهم اي هاي رسالتك راح توصل مباشره اي كلهم نفس الباجات وهن خطا وديهن واجيبهن وقلت له موظفات ودكاتره قبل ما حكى اخذ الرقم ديور لا لفتها ذبيتها اليغات نزلن عليها توسلن يلا عبرنا والوصل الوصل اخذها قصلي قصلك اي قصلي 200,000 قال قد كروتك انت انا كروتي ب 90,000 جاي 90 اي والله ب 90 تطلبهم عشان 35 غاز 5000 اكلت شو بقى من عندن والله من السليمانية من السليمانية اللي هنا ما حد ما قال لي بس بالسيطرة مال بس بالسيطرة مال بوابة على مود الالتزام احنا نكو جايين ب 40 التك مالنا ب 40 نوصل سيطرات منتسبين عبر احنا مش غير متسبين السواق نتحمل مسؤولية المدني ما نقدر منطب من وراء ننزل بهاي الزمان شوف هاي قبالك هاي ننزل نقص 100-200 ليش تحاول تجوال يا بهاي جاي من الخارج يعني زميلك المرور الثاني شو نعبرني البوابة شو طببني غيركم متسبين وعبرني انت ايش قصتنا هاي مو من البغداد هاي من الكوت انا منكم طبيت صاحبك المرور عبرني زين قصتي قصتي 200 انا جبت منتسبين وياي ذبيتهم بالقيادة فمن ذبيتهم فاحتاريت شلون ارجع يعني اللي جاي لازم ارجع المنتسبين وتروح شغله المنتسبين زينه سهله يعني بالسيطرات يفوتونك عادي بس انت المشكله وين المشكله من الذبهم بالمكان اللي يردونه هسه انا ذبيتهم بالجادريه شو اسمها هاي المنطقه اي ذبيتهم فاحتاريت شلون ارجع اللي جاي يعني هم الله سهل وجيت وهات تشوفهم هاي ناس من السيطره هاي بنزله الجسر نرجع 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 مره ثانيه وموضوع السيطره شغله المرور المرور هو نرجع مره ثانيه ونقول يعني اصحاب قصنا 200 خلي خلي خلي, خلي نوصل خلي اوصل لك الفكره موضوع الشرطه موضوع المرور موضوع القطاعات الصحيه موضوع كل مواطن يحاول انه نصير يصير توفي يعني نريد نخلص من موضوع تفشي الفيروس ونخلص من عنده بس اسمع هو من غرمني 200 صحيح من غرمني 200 انا جاي من الخارج يعني انا عندنا جرجره وبو هالاسواق كلها انت تقول انت ليش تقربني بالنوبه هنا انت تقول ما عندي أي. بس هو ابو المرور اذا فور ابو المرور فور ويلها ورجع زين وين ارجع ابو المرور اذا عبرت السياره وشاف القائد راح يحاسبه انت بنفس الحاله وانا على الخارج اشتغل مو داخل انت بنفس الحاله يقول لي حضر انت يقول لي حضر يا زين هو احنا منتسبين جايبين زين احنا المدن احنا شنو المدن مشيله والله بس المنتسبين احنا نشيل منتسبين منتسبين حاسبنا ابو البوابه يقول لي شلون انت مو منتسب وجاي منتسبين زين احنا نبيع سياراتنا ونظل لفحاب ونبيع لفات مال الحاب يعني كتلنا جوع حاليا انا بس خلنا خدمك احنا ازمه يا يا اخي حتى لا ازمه يا اخي انا صار لي شهر و18 يوم ما طالع اليوم طلعت يحاسبني يقول لي انت شلون مو منتسب وجايبهم ما يصير هذا يا اخي انا يعني منتسب انا الا منتسب يلا اجي يعني ما ناكل خبز نجدي بس اعتقد اي بس اعتقد قاعد يصير يعني موضوع انت وحظك اي طبعا تعبر تحاكوا ويا حاكوا الولد توسلوا بي طلعني الله يساعدك شلونك هم الله يحفظك احمد الله عبدك هم لو يقطعونها من بوابه مال الكوت ويقولون حضر وكل من يقعد ببيته ويسكت زين هم يخلوك تجي تدخل توصل لبغداد توصل هنا تنزل الجسر ونزله قصتك مية يعني تريد لو تقطعها على وجهي اقطعها خلينا نقعد بالبيت ونسكت ما نقول كل شيء ما نريد هم نقعد نسكت احنا ما رايدين شيء يعني عبرك يوصلك هنا
يخليك هنا تنزل ها يقصك ب 100 زين انت طالع لك ب 40000 من الكوت رساله المواطنين انه يقول صح صح لا والله ما رساله 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 حقك 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 رساله المواطنين اصحاب الاجر اللي موجودين بالنهضه يقول انت لو تخليني ادخل وسهل امري وترجعني لبيتي لا تقطعها علي من البدايه بنفس الوقت المواطنين يقول انا ملتزم صار لي شهر والشهرين والشهر وعشرة ايام يقول الى متى انا بنفس الوقت رسالتنا للسيد الكاظمي وخليه الازمه انه في حال فرض خطه الحظر التجوال انه بنفس الوقت لازم ايضا ننطي للمواطن بعض المواطنين قاعد يعاني رسالتنا لاخواننا الموجودين بالسيطرات انه تعاون مع السياره اللي بها منتسبين لانه تعرف انت ابو المدني عيشته على الكروه وايضا بنفس الوقت تسهيل امر المنتسب بعدنا متواصلين وياكم وبرنامج بين الناس خليكم بالبيت فاصل وراجعيكم نعم اعزائي المشاهدين رجعنا لكم مره ثانيه وبرنامج بين الناس وبعدنا متواصلين بتقاطع النهضه وحركه المواطنين اصحاب القوت اليومي وحابين نوصل صوتهم من خلال برنامجنا ونرجع مره ثانيه في بدايه كل فاصل انه نشوف احد المنتسبين الابطال من قطاعات العسكريه نريد نشوف شلون معاناه الطريق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله بخير الله يساعدك. الله يساعد بخاطرك الغالي. فدوا القلب الله يحفظك. الله يخليك. انتم ابطال. الله يخليك. تحياتنا للقوات الامنيه. الله يخليك بعد قلبك. قوات الحشد الشعبي جميع من مرابط بسلوح القتال وغيرها من الامور من اجل سلامتنا الله يحفظكم. الله يحفظ الجميع. والله بخير ونعم بس اقول ذاك اليوم يعني خمس ساعات انا هناك بالقراج اريد لك سياره ماكو زين هذا المنتسب شلون يروح لاهله؟ يروح مشي وما يروح مشي غير يوفرون يعني انت واجبك وين رايح جاي اليوم؟ لا والله راح اروح للموصل راح تروح أيوة من جاي انت؟ من البصره جيت البصره الله يحفظك رحمه الله على والدي راد لك طياره مرتي شايف شو يسوي؟ الله يحفظك يا رب الله يحفظ الجميع بعد قلبه وجود طيران عسكري ماكو طيران ماكو ما يصير تنقل ماكو طيران بس شنو انا اقول لك ذاك اليوم جيت من البصره من كثر ماكو سيارات جيت ويا بتريلات أي. يعني وياك ضليت ثلاث ايام بالطريق انا زين شلون شفت التعاون السيطرات مع السياره اللي بيها منتسبين؟ لا والله مو زينه التعامل كلش مو زينه يقول لك انزل انا صعدك بغير سياره أي. هذا خليه يفرويله ويرجع أي. هذا خليه يفر منه ويرجع زين هذا يعني يقطيع خطوات منه يعني على ما حد ما يوصل توصل رساله من خلال برنامجنا والله احب اوصل رساله يعني شنو بين قوس خلي العالم توفر سيارات لا المنتسبه تروح جسمه المنتسبين. خاصه المنتسبين يعني لاكو سيارات لاكو جسمه يعني بيت تروح مشي يعني الله يحفظك يا رب للجميع ان شاء الله بحق الزهراء السلام عليكم وعليكم السلام شلون صحه الله يسلمك الله يسلمك والله وضعنا تعبانه حيل اول شيء من بغداد انت من العماره سلام لهنا العمارة هنا الميسان الله يحفظهم شلونكم والله تعبانين الوضع كلش تعبان أيه. حيل تعبان الوضع ما نعرف شنو مصيرنا ما نعرف شنو أيه. من ناحية تريد تعرف شنو يعني موضوع المصير من هواي نواحي مو ناحية واحدة ناحية المعيشة صارت صعبة حيل صعبة مثل أسانة لا راتب لا وظيفة لا كل شيء ماكو عايش عليه من على السيارة أيه. ما قاعد نطلع نعاني من الطرق تعبانة نجي الجراجات ماكو جراجات زين هسه احنا ما يخالف قولها زين هسه انت عندك منتسبين تريد تنزل شلون تنزل بدون سياره غير اكو لها خط مثل يطلعوا لهم سيارات يطلعوا لهم شيء هسه ماكو هسه احنا ما نقول احنا ما يخالف اللي عنده راتب يمشي جهاله يمشي عائلة بس اذا مثل احنا ما عندنا رواتب شلون نسوي شلون نمشي نظل بالبيوت خلي يسوونا مثل الدول الدوله تريد عندك صحيح حضر هذا مرض احنا جايين من الله سبحانه وتعالى هذا صحيح احنا مرض وقاعد نعاني من عده معانات احنا طحنا بالخفيف لو نطيح بالثقيل كل احنا نموت لان ما عندنا طب الله يحفظ العراق رسالتنا للمواطنين بالالتزام مثل ما قال اخونا احنا حاليا اذا زادت الاعداد بيوم عن يوم بتزايد يعني قاعد يصير ازمه ما بعدها ازمه رسالتنا للمواطنين بالالتزام صح هسه بعض المواطنين طالع من اجل المعيشه لكن نفس الوقت يقول لك انا شو اسوي وين اروح يعني معاناه شي مقابله الله يحفظك شي مقابله صرفوا المنحه ماكو لحد الان كل شيء ماكو
اكو مواطنين استلموا مو داحتك ما شفت بعين استلم. نقول الف الحمد لله والشكر بس ماكو واحد نظر انه. لو والله لو يجي هذا الكلام يوصل الوزير، يوصل رئيس الوزراء، يوصل المن يكون ويقول هذا الفقير اللي حلقه يابس اللي انا بيه ضغط وبيه سكر ها ويعطيني راتب قليل يا اخي والله 250 ترى مو هواي على الشعب العراقي، ترى مو هواي قليل، خلي يعطيني واقعد. ما اجي انا جايبه معانات من العماره لما داخل بغداد وراح ارجع معانات ومسؤوليه. رساله مهمه علما لرئيس الوزراء. نريد رئيس وزراء يكون شريف يلزم العراق. احنا ملينا بين كل 10 ايام نقيرين رئيس وزراء، ليش؟ يقول الشعب ما رايده؟ لا والله، خلي يجينا رئيس وزراء شريف كل الشعب يصير وياه. انا وانت وغيره وغيره وغيري. كل احنا نحب وطننا، كل احنا نحب بلدنا، ما نحب ايد غريبه يدخل بالبلد، بس مع كل اسف كل عشرة ايام مغيريننا رئيس وزراء، ليش؟ والله ما يقبل، لا والله الشعب يقبل. حاليا تم التصويت على الكابينه وقاعد تمشي الامور، وزراء جدد بعد بعض الوزارات لم يتم التصويت عليها، ان شاء الله نتامل خير بالحكومه الجديده. خلي يصير زين واحنا كل احنا نصير زين. الله يحفظك. كل احنا محافظاتنا العراقية شمالنا طيب. وجنوبنا شيعتنا وغيرها وسنتنا وكرادنا وكل احنا نصير ويا اذا صار زين ويا الشعب، واذا صار لا والله صار مو زين ويا الشعب لا والله تظل حالتنا انقص من هاي الحالة. خلي يجي رئيس الوزراء، خلي يشوف قراج النهضة، خلي يجي يشوف قراج العلاوي، خلي يشوف معاناة الناس اللي متعقة ماكو سيارات توديها، خلي يوفر سيارات حكومية، خلي يوفر قراجات للسيارات. قالوا قراج النهضة فتحوه، دخلنا قراج النهضة حشاك، احنا نمثلها كبالعرب نمثلها مهجور، لاكو هيئة لاكو نقابة. انا اقول لك المرور يركب على الناس الفقرة، وين الفقير ينزلها؟ واحنا لا بالعكس نقول المرور حقه، نزل رجل عده امر يلزم يقول لك لا تطلع، ما مجبور موت. الله يحفظك. بس من يجي عليه رسالة مهمة، وكل اللي قلته عين العقل. نعم اعزائي المشاهدين، كلنا معكم في تقاطع النهضة وتحديدا في المكان اللي يتواجد به بعض سواق المحافظات لنقل القوات الأمنية وبعض الكوادر الصحية وغيرها. سألنا بعض المواطنين قلنا لهم شنو المخالفة، يقول المخالفة في حال انه انا مصعد مدني من حقك تحاسبني، بس انا اذا مصعد منتسب هو المنتسب بحاجة الي، لان يعني المنتسب حاليا صار بنظام البديل، فلازم انه يكون هناك موضوع السيارات وتنقلها بين المحافظات. شفنا بعض المواطنين ومناشداتهم، شفنا بعض العسكريين المنتسبين ومناشداتهم ايضا ويتاخرهم بالسيطرات وغيرها. نتامل خير بالتعاون مع المواطنين. شفنا احد المواطنين اللي فكر بالمواطن قبل ما يفكر بنفسه، قال احنا المواطنين العراقيين نقتنع بالمبالغ اللي تصرف من قبل الدوله ومو بعيده علينا. نتامل خير بسيد الكاظمي النظر بعين الاعتبار للمواطن العراقي. الى هنا نصل الى نهايه حلقتنا من برنامج بين الناس، في امان الله.